فترة بنتكلم على الذهب تقريبا اسبوعين مع تأرجح الاسعار بتاعته في السوق واشتكاء اللي هم بتوع الصاغة تجار من انهم مش عارفين يبيعوا الذهب وان هم خسروا خلال الفترة اللي عدت بسبب التذبذب لان هم مش فاهمين ايه اللي حاصل في السوق. في سنة 2023 كان الذهب هو اللي خد نصيب الاسد من الزيادات، يعني اتضاعفت اسعاره بنسبة وصلت ل 89% خلال مجمل السنة زي ما شايفين في الصورة. الارتفاعات دي اللي حصلت في اسعار الذهب، يمكن انا مش واضح لي الارقام قوي لان يمكن حضراتكم تعرفوا تقروها. بنتكلم في يناير، لا خليني في عيار 21 بس، 1680 في شهر يناير 2023. فبراير كان كام يا جماعه؟ عيار 21 1670. انزل لي تحت شويه هات لي اكتوبر 2570، كنا بنتكلم في 1600 فوق 2570. ديسمبر 3000 370، خلي بالك ده حد ادنى 370 عشان احنا وصلنا في فتره وصلنا الفتره، لا خلينا في 21 عشان هو اكثر تداولا في مصر، اللي هو 24 ما حدش بيشتريه، لكن خلينا في 21 3170. ده حلو يعني، ده المعد بتاعنا راجل يعني ايه واقف مع الحكومه، لكن وصل السعر ده في يوم من الايام 3350 سعر الجرام من الذهب وصل في فتره من الفترات. فبنتكلم فكرني تاني في يناير 2023 1680، في ديسمبر بقينا 3170، خلينا زي ما مكتوب. ايضا ده فرق كبير، مش فرق، هو مش فرق كبير اوي، لكن الفكره في الموضوع ان الناس معهاش فلوس، والفكره ان التضخم في اسعار الذهب ده مش موجود في اماكن تانية. اسعار الذهب زادت بس ما زادتش الزياده دي اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. يبقى بنتكلم عن عاملين اساسيين بيتحكموا معانا في الموضوع، بنتكلم عن الدخول بتاعت الناس، وبنتكلم على الحاجه الثانيه ان في تضخم زياده عندنا بالنسبه لاسعار الذهب، وده بينعكس زي ما بنقول وبنكرر 100 مره، مش عارف انا بتوع الوزراء بتاع الحكومه فين صراحه، بينعكس على الناس بشكل اساسي. ما هو انت اللي عايزه يتجوز ده، ولا انت مش عايز الناس تتجوز؟ شك في كلام بقى له فتره كده وموجود معانا، هنتكلم عنه النهارده من يومين ثلاثه كده، عن موضوع المواليد بقى والعدد السكان ومش عارف ايه، خليه لما يجي وقته. ولا انت مش عايز الناس تتجوز؟ طب الناس تعمل ايه؟ ما اللي يتجوز لازم يجيب على الاقل دبله ومحبس وخاتم، محفوظين كده ورا بعض، دبله ومحبس وخاتم. ربنا كرمه شويه معاه فلوس هيجيب سلسله اللي هو انسيال. سيب بقى التعبان ومش التعبان والحاجات الغاليه دي، اتكلم عن الحاجات اللي هي في الخفيف يعني. فلما يبقى عنده 3000 طب هيجيب كام جرام؟ زمان كان يقول لك في الارياف او يقول لك حتى في المدن انت هتجيب 100 جرام ذهب، دلوقتي طبعا اصبح من الخيال، مش حاجه اسمها 100 جرام ذهب نهائي. تضرب 100 في 3000 هيديك رقم كبير، يا ريت تقدر تجيب 50 او حتى تجيب 40 او 30. يعني اللي هيجيب 100 ده الراجل المقتدر قوي، رجل اعمال، مستحيل يبقى موظف اللي هيجيب ال 100، او موظف وباع ارض، باع له فدان ارض بقى ومعاه ايراتين بقى مساكن او غيره، او بيتاجر في المخدرات. يعني لازم يبقى معاه فلوس بقى ملهاش عدد. لكن كده بتصعب الدنيا على الناس. اتكلمنا على الذهب ده بشكل عام في سنة 2023، نتمنى سنة 2024 يثبت على الأقل إن هو يعني مش هيقل برضه، لكن على الأقل إن هو يثبت.